ما عندي حتى مسؤولية أنا في الحزب، أنا بريء من الجزائر كلها راهي عايشة في وضعية خاصة اليوم. بطبيعة الحزب ما يخدرش الوضع الجزائر والجزائريين، ما يأثرش على حزب جبهة التحرير الوطني، ولكن حزب مازال حزب قوي وعنده قواعد قوية وواجدة. ما نشوفوش غير القيادات، لازم الإنسان يشوف اسمحوني. لا ما عندها حتى علاقة. كاين في نزاع في علمي نزاع شخصي، ما عندهاش علاقة لا مع فساد ولا مع أي شيء واحد آخر. اسمحوا لي وراسكم.